أهلا بكم من جديد. الاهتمام بالتعليم الفني هو جزء أصيل من منظومة تطوير التعليم في مصر، وخصوصا التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واللي طبعا فيه إقبال كبير للالتحاق عليه. من يومين احتفلت وزارة التربية والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوة عاملة مصر بقبول دفعة جديدة من الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، وتم الإعلان عن أن حوالي 8500 طالب تقدموا بالفعل للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية السنة دي، وخاصة الطلاب الحاصلين على مجاميع كبيرة في الشهادة الإعدادية، وده ما كناش بنشوفه قبل كده. ده طبعا بيعتبر نجاح كبير جدا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. ملاحظ طبعا من خلال الكلام اللي ذكرناه دلوقتي إنه في إقبال على هذه المدارس. إيه السبب في ده؟ طبعا السبب الرئيسي في ده انه الولاد والبنات بدأوا بعد المرحلة الإعدادية يتخيروا السبل الجديدة لمستقبل افضل بالنسبة لهم، خاصة ان المدارس التكنولوجية التطبيقية بتتيح للولاد دراسة الحاجات اللي هم بيحبوها، فكل ولد او بنت بيبقى عنده مهارة خاصة ربنا سبحانه وتعالى حباها بيها، من خلال المهارة دي يقدر انه يدرس الحاجة اللي بيحبها عشان يبدع وينتج انتاج افضل. ده واحد. اتنين، المدارس دي بتتسم الدراسة فيها طبعا بوجود حوالي 70% ناحية عملية، ده بيخلي الولد او البنت يستمتع بالدراسة وينتج فيها افضل ما لديه، بعيدا عن المواد النظرية اللي قد تكون عند البعض ما لهاش نفس الحب او التطبيق او القبول، وبالتالي ولادنا بيقبلوا على هذه النوعية من المدارس، خاصة في ظل إقامة الدولة لمجموعة من الجامعات التكنولوجية اللي بتتيح لخريجين هذه المدارس الالتحاق بصورة مباشرة بالجامعات دي لاستكمال دراستهم فيها. كل ده طبعا جنبا إلى جنب للحاجة المهمة جدا اللي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، وهي تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني. طبعا البيئة التعليمية في هذه المدارس بيئة مميزة، المدرسين مدرسين مميزين، البنية التحتية الموجودة في المدارس دي بنية مميزة جدا بتساعد الطالب والطالبة والمدرس على إنتاج أفضل ما لديهم، كل دي مميزات أدت إلى أنه تقدر أكثر من 8500 طالب للالتحاق لهذه المدارس اللي تم قبولهم 1050، يعني كل فرصة كان متقدم 8 مرشحين ليها. طب دكتور انا عايزه اخد من الارقام اللي حضرتك بتقولها واعرف، يعني احنا عندنا توسع في المدارس التكنولوجيه الى الان، وطبعا عندنا توسع في الجامعات التكنولوجيه، العدد بقى من الطلاب المستهدف للمدارس دي قد ايه؟ والله احنا اهم حاجه ما ندورش على عدد طلاب على قد ما ندور على عدد فرص عمل، لان المستهدف من هذه المدارس هو الحق هؤلاء الطلاب بطريقة مباشرة لسوق العمل، وبالتالي احنا بندور سوق العمل محتاج ايه مع الهيئات الاقتصادية والجهات المعنية بتحديد احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية وكمان خارجها في القريب العاجل، ده اللي بيخلينا نحدد الاعداد بتاعة القبول بتاعة الطلبة في المدارس. يعني احنا مش عايزين نخرج ولاد وبس، الهدف تخريج قادر على اقتحام سوق العمل بطريقه مباشره جنبا الى جنب مع امكانيه استكماله لدراسته النظريه. عظيم جدا دكتور عمرو، مع هذه الزياده وهذا الاقبال على هذه المدارس، وكمان لما نشوف خريجين من هذه المدرسه بداوا بالفعل لقوا فرص عمل واشتغلوا، اعتقد انه الاقبال هيزيد كمان الفتره اللي جايه، فهل ده معناه ان احنا هنتوسع في عدد المدارس؟ بالفعل يعني الدولة المصرية حريصة بكافة أجهزتها على دعم تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وشفنا إزاي في الفترة الأخيرة في مبادرات زي مبادرة ابدأ، عندنا كمان اتحاد الصناعات، في وزارات داخلة في هذه المدارس، الحقيقة في إقبال كبير جدا على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما لقت هذه التجربة من نجاحات في الفترة الماضية. ده من ناحية. من ناحية تانية زي ما اتفقنا انه طبعا نتيجة البنية التحتية الكبيرة اللي جمهورية مصر العربية قامت ببنائها في السنوات الأخيرة، ده أدى إلى ظهور مهن جديدة وفرص عمل جديدة
من حقها ان هي تقتحم السوق بطريقه مباشره، فلا بد من تاهيل التكنولوجيست القادر على صحيح يعني الاسهام في عمليه اداره وتشغيل هذه المشروعات الكبيره. من ناحيه تانية كمان الحمد لله نتيجه السمعه الطيبه ونتيجه الاعتماد الدولي لهذه المدارس اصبح لدينا القدره على تصدير هذه العماله لبعض الدول، واحنا حاليا في اطار اعداد الرتوش الاخيره للاتفاقات مع كثير من دول العالم اللي محتاجه عماله فنيه مدربه لتصدير هذه العماله من خلال خريج مميز من هذه المدارس ومن غيرها من خريج التعليم الفني المميزين. أكيد كل الشكر ليك الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، شكرا جزيلا.